السادس هناك الوصول من العزوم لراشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. تقدمت الأسماء وتحركت الشعارات وبدأ الكل يبحث ويطمح من أجل الفوز. تدخل قوية وملحوظ هنا من الفاتنة لسالم بن سيلبا مسعود العامري، لكن الكيلو الأخير الكيلو المثير كيلو الإبداع والتميز، لكني بعود الى بشاير، الى بشاير اللي على المركز الاول. لمبارك بن سالم بن راشد الساعدي يتقدم بابداعاته، ولكن تحركت وصلت الوضيحيه واضحه وضوح الشمس. هذه الوضيحيه لطهميمه بن مطر بن عنود العامري، ووصول هناك طموح، وصل الطموح وتحركت في هذه اللحظات راشد بن حمد بن خميس البطيني يطير هنا بهذا الإنجاز. طموح الإنجازات، طموح البطولات، المرشح الأقوى في هذا الشوط هنا على المركز الأول. المركز الثاني العزوم راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي، ثالثا وصل البحار وتقدم معه جنيف الحرب الراشد الخادم المهيري. طموح طموح هنا تطير بالإنجاز، تطير بالإبداع، تطير بالتميز. هنا راشد بن حمد الخميس البطيني يتميز. ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. سلام ميدان سحر رمسلام على هذا الإبداع. شكرا مالك طموح راشد بن حمد الخميس البطيني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني هنا وصلت فيه العزوم راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. المركز الثالث كانت حاضرة هي جنيف للحرب الراشد الخادم المهيري. المركز الرابع كانت هناك خيال لسعود بن علي بن عامر اليابري. المركز الخامس مع البيضة لعبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. إذا مشاهدينا الأعزاء، طموح هي من تميزت وتألقت، صاحبة إنجازات كبيرة، تأتي بهذا الإبداع الكبير وتأتي بهذا التميز الملفت للأنظار. هنا طموح هي من تفوز بناموس هذا الشوط وتسجل التوقيت الأفضل في هذا الصباح، دقيقتين 49 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. طموح هي البطلة بشعار راشد بن حمد الخميس البطيني. تهانينا والناموس وسلام ميدان سحر رمس سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني دقيقتين 51 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. كانت الحاضرة هي العزوم لراشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. تهانينا على هذا التميز الجميل. بينما المركز الثالث دقيقتين 51 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية اللي حصلت بشعار راشد بن خادم، أو هناك كانت حاضرة أيضا هي أيضا جنيف للحرب الراشد بن خادم المهيري من حصل على المركز الثالث. بينما المركز الرابع فالوصول كان من خيال لسعود بن علي بن عامر اليابري، والتوقيت الزمني المرافق لخيال دقيقتين 56 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. أما المركز الخامس وكانت البيضة لعبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني للبيضة لحظات وصولها بالمركز الخامس دقيقتين 56 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.